عندما تعين ناطق رسمي لشرح التطورات الميدانية هنا ولتبلغ التطورات التي تحصل على أرض المعركة حتى ربما تفند أول شيء الإدعاءات الصهيونية وكذلك تظهر الحقيقة. الجديد في هذا الأمر أن المقاومة الفلسطينية أصبحت بالطبع هنا، وهذا من خبرة اكتسبتها منذ التجارب السابقة وخاصة في المعركة الإعلامية ومعركة الصورة اللي هي مهمة ومهمة جدا، كما فعل حزب الله في جنوب لبنان في معركة 2006 وفي حرب التحرير كذلك سنة 2000 تحرير الجنوب، نفس الشيء توثق العمليات التي تقوم بها. بالطبع هناك توثق العمليات هذه ويعلن عليها الناطق الرسمي باسم الكتائب القسام أو باسم سرايا القدس اللي هنا. هذا أول شيء، مش توثق عمليات مش معناها فقط كاش العمليات هذيك اللي تم معناها اللي تمت على الأرض، هذاك ما تم تصويره، وطبعا ما خفي أعظم ربما وأكبر، ومش كل شيء ومش عملية سهلة هي تصوير عملية معناها عسكرية على المباشر، عملية معقدة جدا، ولكن هذا يثبت أن المقاومة هي سيدة الميدان، خاطر مش من السهل باش تصور حاجة تستهدف قوة معناها غاشمة. هذا من ناحية. سرايا القدس هي الذراع العسكري للجهاد الإسلامي. سرايا القدس تنظيم مسلح بالطبع، والجهاد الإسلامي هو أصلا هو كحركة هي حركة عسكرية بالأساس. الجهاد الإسلامي كحركة حركة عسكرية ثم التحقت بعد ذلك بالسياسة. بالتالي لهنا وعندما نشأت مع فتح الشقاقي الذي تم اغتياله في طبعا هنا هو مؤسس هذا التنظيم، ثم كذلك رمضان عبد الله شلح، ثم الآن زياد دخالة اللي هو طبعا يقيم خارج فلسطين في لبنان. بالتالي هنا هؤلاء القادة الجناح العسكري بتاعهم اللي هو سرايا القدس هي تسعى إلى تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الجنوب إلى الجنوب، وهي تحظى بدعم كبير خاصة من محور المقاومة. طبعا هنا نتحدث عن سوريا وإيران بالتحديد، ولها ارتباط وثيق طبعا بمحور المقاومة على المستوى العسكري. إذن هو تنظيم عسكري بالأساس حركة الجهاد الإسلامي. بالنسبة لحماس، حماس هي حركة سياسية بالطبع نشأت مع الشيخ أحمد ياسين، وحماس دخلت الانتخابات، حماس كذلك شاركت وكانت لها أعضاء في المجلس التشريعي، وكان حتى رئيسها وقتها التي توفي يعني منذ فترة أحمد بحر يعني كان كذلك يعني هو رئيس المجلس التشريعي. إذن فبالتالي دخلت في السياسة، ولكنها كذلك يعني انخرطت بشكل ما في إدارة القطاع وأصبحت هي المسؤولة عن قطاع غزة لهنا وبعد ما فاز بالانتخابات بالطبيعة. شنو الفرق بين بين القدس، سرايا القدس والكتاب القسام؟ طبعا كتاب القسام وسرايا القدس على المستوى الميداني هناك تنسيق كبير بينهم، وهناك غرفة عمليات مشتركة بين سائر فصائل المقاومة عندما يحصل عدوان على قطاع غزة. بالتالي لهنا هذا راهو وجود فصائل متعددة. حتى اليوم شفنا في خان يونس كتائب شهداء الأقصى حاضرة وأصدرت بيان، شفنا كتائب أبو علي مصطفى نفس الشيء، معناها الجناح العسكري الجبهة الشعبية. بالتالي هناك غرفة عمليات مشتركة تجمع كل فصائل المقاومة، لما يصير عدوان بالتالي يتحدون جميعا وكلهم لهم هدف واحد. والحاجة الجيدة فيهم اللي عمره ما صار بيناتهم حتى في حالة السلم خصام سياسي تحول إلى معركة عسكرية، وهذا جيد، لأن هناك العدو بالنسبة البوصلة هي القدس، والبوصلة هو مواجهة العدو الصهيوني. عسكريا ما فماش فرق بيناتهم. كنقول الشهيد عز الدين القسام، وهو عز الدين القسام راهو معناها هو شهيد الشيخ، كان هو أصله سوري الجزائري، طبعا دخل إلى وقتها في الاستعمار البريطاني لفلسطين، قاوم الاستعمار الإنجليزي، وكان معناها طبعا أصبح له أتباع ومريدين، وتحول إلى رمز من رموز المقاومة وقتها ما كانش فما حدود بطبيعة بين دول الشام. إذن بالتالي لهنا وأخذت منه هذا الاسم أنا عز الدين القسام. بالنسبة لسرايا القدس طبعا تشوفي أنت من الاسم اللي هي سرايا القدس معناها وكأنها طبعا للبوصلة بالنسبة لها هو تحرير القدس وتحرير المسجد الأقصى. إذن على المستوى الميداني والعسكري ما فماش فوارق كبيرة، اللهم تنظيميا كل واحدة ترجع تعود إلى التنظيم بتاعها، القسام حماس والقدس سرايا القدس إلى الجهاد، لكن في مستوى المواجهة مع العدو
هناك غرفة عمليات مشتركة. احنا تحدثنا في مرة من المرات قلنا علاش مثلا في حي الشجاعية او في نفس الشيء في خان يونس شفنا مثلا اللي الحضور كان كبير مثلا لسرايا القدس، لان احد المعاقل متاعها هذيك سرايا القدس ابنا شمال غزة ربما وسطها حضور كبير اكثر لكتائب القسام. اذا بالطبع عندها وجود كذلك اكثر، حتى عندها وجود في جنوب غزة، لكن سرايا القدس لها معاقل حقيقية موجودة فيها. إذن فبالتالي ما فماش كل الفروق الكبيرة على المستوى العسكري، فروقات سياسية هذيك في الزمن السياسي، لكن في الزمن العسكري والقتالي في مواجهة العدو لا فوارق بينهم. برافو عليك. في زمن الحرب لا فوارق بين فصيل وفصيل وكتيبة وكتيبة، الهدف واحد والبوصلة واحدة. مهم جدا اللي كنت تقول فيها أبو البابا سالم، شكرا لك. أبو حمزة تكلم الليلة وقال القضاء على المقاومة لن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية. أبو حمزة وكأنه تكلم باسم أبو عبيدة، باسم حماس وكتائب القسام، لأن القضاء كلمة القضاء ديما معها نجد حماس، القضاء على حماس هذا ما يتكلم عنه حكومة نتنياهو الجيش المحتل. بالنسبة لأبو حمزة وكأننا به يقول كل الفصائل واحد وكل المقاومة واحدة. صحيح. لا هنا توا احنا علاش نقولوا فما غرفة عمليات مشتركة. انت مثلا بتنجم تشوف اللي الظهور بتاع ابو عبيدة وابو حمزة ما يكونش في وقت واحد. صحيح. وهذا الشكل من اشكال التنسيق. معناه يكون ظهور متباعد، ولما يظهر ابو حمزة وكأنه يتكلم باسم الجميع بكل تأكيد. يعني لأننا كنا نحكيه على غرفة عمليات بين فصائل المقاومة ميدانية وحتى كذلك إعلامية، بالتالي هنا ما يتحدث عنه أبو عبيدة هو عندما يخرج إلى الإعلام هو يتحدث بكل تأكيد عما أنجزته سرايا القدس ميدانيا ما تم تصويره، ولكن هناك تنسيق كذلك على المستوى الإعلامي كما على المستوى العسكري الميداني في الخطاب، نوعية الخطاب الموجهة إلى العدو الصهيوني. ما هو هذا الخطاب؟ لما نسمع كلمة أبو حمزة اليوم مثلا، نحن دخلنا الشهر الرابع من المعركة، 95 يوم من الصمود الأسطوري، 95 يوم لم تخوض إسرائيل في حياتها حربا استمرت 95 يوم لم تخوض هذا من تاريخ وجود هذا الكيان. كانت دائما حروب خاطفة وخارج حدودها، أيضا خارج حدود فلسطين المحتلة لأول مرة، ولذلك هي ترتكب كل هذه الجرائم لأنها لأول مرة تخوض حرب وجودية. معناها رأي 7 أكتوبر طوفان الأقصى كان ملحمة وجودية وكان حربا هنا تقريبا أذل فيه، يعني شعر الجيش الصهيوني بالمذلة. بعد 95 يوم كانت الحروب السابقة حروب قصيرة، عمليات خاطفة خارج حدود الكيان المحتل، الآن المعركة في الداخل الصهيوني، وهذا ما جعل هذه الدولة وهذا الكيان يرتبك ارتباك سياسي وارتباك عسكري إلى غير ذلك. من يتابع القنوات الصهيونية سيشعر بأن هذا الكيان هش فعلا، وهو كما قال حسن نصر الله يعني أوهن من بيت العنكبوت، لو توفرت الإرادة العربية الحقيقية لزال من زمان. إذن لهنا شنو اللي صار؟ اللي صار توا بعد 95 يوم أنها فضحت الأكاذيب الصهيونية، قالوا بأن شمال غزة يعني تحت السيطرة، ففوجئنا ولا فوجئوا أمس بالصواريخ تنطلق نحو تل أبيب من شمال غزة. معناها بعد 95 يوم لم يتمكن نتنياهو من تحقيق شيء، يعني عسكري على الأقل أو سياسي. هو أعطاه زوز أهداف للحرب، الهدف الأول معناه القضاء على حماس، والهدف الثاني هو استعادة الأسرى. لم يقضي على حماس إلى اليوم تقصف الكيان الصهيوني، تقصف المستعمرات، تقصف كذلك غلاف غزة، تقصف تل أبيب، ونفس الشيء كذلك. وهو علشان يركز على حماس لأن حماس هي الفصيل الأكبر، بالتالي لهنا إذن هذا عسكريا فشل على كل المستويات. نفس الشيء كذلك نرى أن التراجع كبير، وخاصة يعني ما حصل اليوم مثلا هو يوم أسود على الكيان الصهيوني في مستوى الخسائر البشرية والمعدات، يوم أسود، يوم معناه اليوم خذ 95 يوم أسود، وتكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح وفي العتاد، تقريبا أكثر من 20-25، هذا مصرح به، معناه 25 قتيل، يمكن أكثر، يمكن 5 أضعاف، وكذلك في العتاد وفي المعدات.
بالطبع هنا لما يقول أبو حمزة أن إسرائيل ولو بقيت يعني القتال إلى ما لا نهاية لن تحقق أي شيء، رأوا غزة اللي حاربها شارون أكبر من أكبر الإرهابيين منها. شارون وباراك وحاربها معناها أولمرت وحاربها شمير، هؤلاء من المؤسسي هذا الكيان المجرم، ومع ذلك وكانوا وقتها يقاتلون بأسلحة بدائية بالخناجر وبالسكاكين، بعد ذلك ولو منا عندهم شوية بنادق أو ما شابه ذلك، وما ذلك لم يستسلم وقال أتمنى أن كما قال أحدهم أنا أن أستفيق ذات صباح وأجد غزة قد ابتلعها البحر، وانسحب منها شارون معناها ماذا يكون نتنياهو أم شارون؟ لا شيء معناها شارون الجزار صبر وشتيلة. إذن فبالتالي فما بالك والمقاومة اليوم تمتلك مقومات القوة، يعني الصواريخ، الهونات، تمتلك يعني المسيرات، تمتلك يعني